نهار في الليل ما قالت ليش جهت، ما قالت ليش جهت، قالت لي طح مني وليدي طريف طريف. واش فهمتوني ولا لا؟ طريف طريف. لا ابدا ما نعتقد هذا، بنتي مجوجه نكبر مع الولاد، انا نكبر معاك كيفاش الحمد لله ولاباس لي. قالت لي لا هذا ولدي، سي لافون دو لامور. قالت لي سي لافون دو لامور. نهار اللي قلت في الجزيره البرد قلبي ملي جيت الجزيره هبطت في عام 2000 وقلت بان انا جديد في العلامه، وما في عام 1932 سمعوني الساده العلماء 12 عام قرويين ياك. وشنو كيقول هذا الراجل خالتي الكبيره بناتو زايده في عام 1912 كيقولها بنيتي لا عمرك تقولي ولد حرام. هادوك ولاد الريضه جوج ديال الناس كانت عندهم علاقات طراويه في الحلال ولا في الحرام ماشي سوقنا. طيب ما تقوليش لي ولد حرام، هو ما طلبش باش يتولد. النهار اللي قلتها لك الكلمه هادي كلكم راكم عارفين بينا نهار اللي المتطرفين اجاك الشارع شنا علينا الفساد راه بغا تهرس لينا المجتمع. حاشا واش نهرس المجتمع، انا كنحترم بلادي غير عرفت فاش نكون كنفقه ونكذب عليها كنخدم نقولها الصراحه، ولكن قبل ما نقولها الصراحه كنخدم 55 عام من عمري راه ماشي فاش جاتو كانت هكذا 55 عام متطوعه وانا كنعيش مع المجتمع المغربي. هذا هو اللي خلاني كنهضر معكم بهذه الحراره وما كنعرفش نكتب، ما كنبغيش نكتب، ما كنعرفش انا ماشي سياسه سياسويه ما كيبغونيش نقول هذه الكلمه، ولكن ما كنعرفش نحسبها. انا كنقول شنو كاين وصافي، لان وصلنا لواحد الدرجه، وصلنا لواحد الدرجه وبركه للنفاق بركه للكذوب علينا. نشوفوا المصلحه ديال البلاد هي اللي كتبان، المصلحه ديال المواطن هي الاولى. كان الحق في الحريه الجنسيه ويتبع الوسائل، إلا كان المجتمع بقى الحرية الجنسية دار لنا وسائل باش نحافظوا على بناتنا وولادنا، ولكن ما نولدوش ونلوحوا ولادنا في السبيل. هذه هي اللي ما خصهاش تكون، ولا كان الإجهاض يكون إجهاض يعني